أبو يوسف، أنا مقدم لأمريكا من 4 سنين ولهسه مش طالبيني. أبو يوسف، مش بقولوا عندهم كورونا ومحتاجين ممرضين، ما يسرعوا العملية شوي؟ أبو يوسف، مش صار في نقص ومحتاجين 800-900 ألف ممرض؟ ما يطلعوا الناس بدون مقابلات وبدون امتحانات. عمرك سمعت عن إشي اسمه النيرس تو بيشنت ريشيو؟ في دول العالم المتقدمة كل ممرض في كل قسم له نسبة معينة ما بين عدد الممرضين إلى عدد المرضى، ما بصير إنك تتجاوزها. فهاي البلاد عندها ستاندرد عالي للرعاية الصحية، وكل سنة أو سنتين أو ثلاث بيرتفع هذا ستاندرد، فمهما احتاجوا من ممرضين ما راح يخففوا الستاندرد تبعهم أو يسهلوا عملية الهجرة، بالعكس كل 3 سنين بتصير أصعب وأصعب. أنت لو كنت ممرض وبتشتغل في قسم طابق مثلا ميديكال سيرجيكال، بعض المستشفيات بتخليك تستلم 4 مرضى وبعضها 5. لو أنت مشتغل في الاي سي يو، بعض المستشفيات بتقول مريض أو بعضها بتقول 2 بشرط يكون واحد فيهم ستيبل. لو أنت بنت شغالة في التوليد، البري ديليفري غالبا تستلمي 1 أو 2 بشرط واحدة تكون فيهم لسه مطولة لما تولد. بعد الولادة ممكن تستلمي لحد 4 ما في مشكلة. في الطوارئ كل ممرض بيستلم مريض، في العمليات كل ممرض بيستلم مريض. فهم ليش ما بدهم يسرعوا العملية وليش ما بدهم يسهلوا الهجرة؟ لأنه الستاندرد عندهم صعبة والمعايير عندهم دقيقة جدا جدا، ومش مستعدين يتنازلوا عنها لأن حضرتك مش لاقي شغل، بالعكس كل سنة بتصير أصعب.